السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه أغرب السرقات اللي صورتها كاميرات المراقبة. كيف العادة غادي نشوفوا سرقات غريبة بطرق عجيبة جدا واللي ما عمركم سبق لكم شفتوها من قبل. الهدف من هذا الفيديو هو نشر التوعية ونوريو للناس الطرق ديال السرقة المختلفة باش يردوا البال وياخذوا الحيطة والحذر. ولكن قبل ما نبداو بغينا أي واحد شاف هذا الفيديو يدير اعجاب لايك، وإلا ما كنتش مشترك في القناة اشترك، راه الدعم ديالكم راه مهم بزاف بالنسبة ليا. دير لايك اعجاب راه ما غادي تخسر والو. وكذلك الناس اللي ما مفعلينش زر الاشعارات يعني التنبيهات اضغط عليه باش يوصلك اي فيديو جديد. ويلا نبداو، يلا نتفرجوا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ثلاثة ديال الأشخاص جاوا لهذا المكان، ربما هذا منزل، ها هو المنزل كاين هنا، ولاحظوا أنه هذا المنزل داير به واحد الصور وكاين الباب هنا، ها هو الباب. هاد الأشخاص فاش جاوا سبق هذا دخل هو الأول، يعني فتحوا الباب فتحوه واحد شوية وسبق هذا الشخص دخل، ولاحظوا أنه مشى لهذيك البلاصة اللي كيتسد منها الباب، قلبها هي الاولى، عاد جا جهه المكان اللي غيدخلوا منه باش يسرقوا. ولاحظوا انه بدا كيعيط على صحابه باش حتى هما يدخلوا. ولاحظوا انه دخل بواحد الطريقه غريبه كيمشي على يديه ورجليه، ربما دخلوا بهذه الطريقه باش ما يبانوش لان هذا المكان مشعول فيه الضوء، ولا دخلوا وهما واقفين ممكن يبانوا، يعني ممكن يشوفهم شي واحد. لاحظوا الشخص الثاني دخل حتى هو بنفس الطريقه، وها هما كيعيطوا على صاحبهم الثالث، مازال صاحبهم ها هو كاين حدا الباب، حتى هو غيدخل في هذه اللحظه. بعد ما دخلوا بثلاثة بداو كيفتحوا الباب ديال واحد الكراج كاين تما، هو اللي غيدخلوا ليه باش يسرقوا منه داكشي اللي جاو على قبله. لاحظوا انهم معاونين على الباب باش يفتحوه، وفي هاد اللحظة ها هما قدروا يفتحوا الباب وغيدخلوا بثلاثة باش يسرقوا، وجايبين معاهم محفظات فوق ظهرهم باش الا كانت شي حاجة تما شي سلعة يعني ياخذوها يدوها معهم. وغيخرجوا هاد الدراجة الكبيرة، يعني هاد الدراجة النارية، لاحظوا بسرعة وبخفة، وواحد منهم رجع باش ياخذ شي حاجة بقات تما وغادي يهرب حتى هو معهم. في هاد الفيديو الآخر غادي نشوفوا زوج ديال الأشخاص غيهجموا على هاد المحل الخاص ببيع الذهب. واحد من هاد الأشخاص كيحمل سلاح ناري، والشخص الثاني عنده واحد المطرقة كيهرس بها هذيك الواجهة الزجاجية. جاو وبداو كيهددوا في هاد النساء اللي مقابلين هاد المحل، وكيطلبوا منهم أنهم يعطوهم هذوك المجوهرات بكل هدوء إلا بغاو الأمور دوز بخير. ولاحظوا وحدة من هاد النساء يعني عطات لهذاك الشخص مجموعة من المجوهرات خداها، وصاحبه مازال كيهرس في هذاك الزجاج. هذا الزجاج كيبان انه قوي مضاد للرصاص، غير هاد النساء تخلعوا وبداو كيعطوا لهاد الاشخاص المجوهرات. كان عليهم يدخلوا تما الا كاين شي غرفه يدخلوا لداخل ويعيطوا على الشرطه ويطلبوا المساعده، هما تخلعوا وبداو كيعطوا المجوهرات كلها لهاد السارقين. لاحظوا ان واحد عمر هذيك الساشيه وداها، ربما جايبين شي سياره او شي دراجه ناريه كيوضع فيها هذاك الشيء اللي سرق، وكيجيب ساشيه اخرى كيوضع فيها مجموعة أخرى من المجوهرات. هاد زوج نساء كيهزو كيعطوهم كيقولوا لهم هاكو غير خلونا بخير. خداو كمية كبيرة ديال الذهب، تقريبا كلشي المجوهرات اللي كانت تما، وغيهربوا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا سرقة غريبة جدا، كنشوفوا هاد المحل اللي كيتباعوا فيه الهواتف، ومقابلينه
جوج ديال الناس، وكنشوفوا هاد الشخص اللي لابس فوقيه بيضاء كيتقدى شي حاجه واقف تما. وركزوا معايا على هاد زوج ديال الشبان، هما اللي غيقوموا بسرقه غريبه جدا وعجيبه واللي ما غاديش تطيح لكم على البال. هذاك السيد اللي لابس الفوقيه مشى جلس تما في هذاك الكرسي، وبقاو هنا هاد زوج ديال الشبان. جا عندهم صاحب المحل باش يشوفهم اشنو بغاو، ولاحظوا الحركات ديال هاد الشبان والنظرات ديالهم لبعضياتهم. هنا طلبوا من صاحب المحل يعطيهم واحد الهاتف، ها هو اعطاه ليهم. كيشوفوه كيقلبوا هذاك الهاتف، طلبوا منه يعطيهم هاتف من نوع اخر باش يشوفوه. ها هو جبد لهم واحد الهاتف اخر وراه لهم، وغادي رجعوا الكرتونه ديالو. فهاد اللحظه هاد الشخص غيستخرج واحد الرشاش، يعني واحد القنينه صغيره من جيبه، وغادي يرش على صاحب المحل على عينيه باش ما يبقاش يشوف، وهربوا بهذاك الهاتف اللي كان عطاهم. خلاو صاحب المحل شاد عينيه وما كيقدرش يشوف بهم، رشوا عليه شي حاجه خطيره كتحرق. صاحبه اللي كان معاه تبعهم، ولكن للاسف غيلقاهم هربوا بسرعه ما غيقدرش يشدهم. ربما رشوا عليه فلفل حار، لان كيكون واحد المسحوق ديال الفلفل كيحرق العينين بزاف. هنا صاحب المحل خدا واحد القنينه ديال الماء باش يغسل وجهه ويغسل عينيه، وطلب من هذاك السيد اللي كان جالس تما واللي ما حرك حتى شي ساكن، قال ليه خرج عفك من المحل وغنشوفو كذلك واحد الشخص حتى هو غيخرج. السيد لاحظو مسكين بقى شاد عينيه وكيحرقوه بزاف. شحال هاد السرقه ماكره وخطيره وغريبه جدا، خاص الانسان يرد البال. هاد السرقه كانت مع العشرة ديال الليل. السارقين اختاروا هاد الوقت لان ما غيكونوش الناس بزاف، غيكون الشارع فارغ شويه وغيسهل عليهم يهربوا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد السرقه قاموا بها مجموعه من النساء. فاش غادي تشوفوا هذا الفيديو غادي تبقاو كتعجبوا كيفاش هاد النساء كيقدروا يقوموا بهاد السرقات. كنشوفوا مجموعه من النساء دخلوا لهذا المحل، حسبوا شحال من مراه دخلت لهذا المحل، وتقريبا بنفس اللباس. مجموعه من النساء دخلوا من هذاك الباب، ومرأة دخلت من هاد الباب، هما راه كلهم متفقين باش يسرقوا. وهاد المحل الكبير اللي كيتباعوا فيه مجموعة من السلع مقابلو غير هاد الطفل بوحدو، الله الله مشيتي فيها غادي يسرقوا ليك اشحال من حاجة وما غادي تعيق بوالو. سبعة النساء اللي دخلوا لهاد المحل، زوج منهم يشغلوا الطفل ويتلفوه وما يخلوهش يشوف جهة صحاباتهم، ووحدة بقات واقفة في داك الباب باش تلف الطفل، ومرة مرة تعيط ليه باش يبقى يشوف جهتها. وهاد الربعة ينفذوا السارقة. شوفوا اشنو خدات، كارتونة كبيرة فيها شي حاجة مهمة غطاتها بالملابس ديالها وكدفعها جهة الباب، وصحاباتها وراها ثلاثة مصافين باش يخبوا على هذاك الطفل وما يخلوهش يشوف، وخرجوها بطريقة غريبة من هذا الباب. وهذيك المرأة اللي واقفة في ذاك الباب الآخر كتعيط للطفل وكتقول له أجل هنا لعندي شوف لي هذه، باش ما تخليهش يشوف جهة هذوك النساء واللي يمشي لعندهم. نساء خطيرات وماكرات. الخطأ الأول هو أن هذا المحل الكبير ومقابله هذا الطفل بوحده، واللي داير راسو أنه راد البال. لاحظوا أنه هز واحد العصا ودير انه راد البال، يعني حتى شي حاجه ما غافله عليه، ولكن راه خداو ليه الكرتونه. لاحظوا ان بقات غير بلاصتها. والحاجه الاخرى، فاش دخلوا هاد المجموعه ديال النساء بهذيك الطريقه كان خاصو يرد البال مزيان ويجمع راسو وما يخليهمش يتلفوه بالهضره، هما قدروا يلعبوا به وياخذوا ليه الكرتونه. وهذيك المراه اللي واقفه في الباب راه معاهم، ولكن دايره راسها ما كتعرفهمش ومازال واقفه تما. فاش دخل هذا الرجل وهذه المراه للمحل غادي تمشي في حالها في هذه اللحظه. في هذا الفيديو كنشوفوا شخص تابع هذه المراه ناوي يسرقها، ولاحظوا انه كيشوف وراه ياك ما تابعوا شي واحد، ولكن لحسن الحظ هذه المراه وصلت للمنزل ديالها في اللحظه اللي كانت غتدخل. رجع هذاك الشخص وحاول انه يخطف ليها شي حاجه، ولكن انتبهت ليه وهرب.
وهنا أيها الإخوة أيتها الأخوات كنكونوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتلقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.